وراسك الناس الواد عندهم واحد الواد كانوا تيعيشوا منه واحد العدد ديال السنين وحنا عايشين من هذا الواد جدنا ووالدينا، ولكن هذه الساعه هذه نشف الواد ما بقاش الماء ودرنا الجمعيه ديالنا جمعات واحد شويه ديال واحد المبلغ من عند المحسنين اللي ساهموا معهم حفرنا به هذا البير، وهذا البير دابا حفرناه كاين شويه ديال الماء، ولكن اللي خاصنا الطاقه وخاصنا الشريج، وهذا الشيء اللي المهم هذا الشيء اللي خاصنا في هذه البلاصه هذه في هذا الواد هذا البير هذا خاصنا باش نطلعوا هذا الماء باش نلحقوه للشجر اللي تعيشوا منه هاد الناس كاملين. هاد الناس كاملين هاد الدوار هذا راه كتعيش فيه تقريبا واحد تقريبا 300 نسمه اللي عايشه في هاد الدوار، وكلشي كتعيش من هاد الواد هذا. الزيتون ما بقاش كيطلع حيت ما بقاش الماء، الرمان ما بقاش، البحير ما بقاش، تيديروا لنا شويه ديال الخضره وداك الشيء ما بقاش داك الشيء، يعني الناس ولاو كاع كيهاجروا من البلاد حيت ما بقى عندهم اللي شدهم في هذه البلاد، ما بقاش شدهم هذا الواد هو اللي كان شدهم، راه ما بقاش الواد. العداد البنادم غادي يعيش نعقل ليه نكي دار 74 عام الدليل كله غدا ماشي غدا الخير هذا القرن احمد بن والدين كبير بدينا انا عم سيدي بليد جبنا حيت ديك الساعه داك ما كاينش هاد الطريق، جبنا الناس خدامين بليد الساعه طلعنا هاد الشي غالي حتى الاخر صوبنا هاد الطريق وجبنا الصنده حفرنا 100 متر وعاونونا شي الناس شي محسنين داكشي اللي جمعنا وداكشي اللي عند الجمعيه خسرناه هنايا. دابا خاصنا باش نجهزوا هاد الشي سي بونفا والطاقه وداكشي والشارج، هاد الشي هو اللي خاصنا الله يرحمه. هاد الواد هذا راه كتشوفوا كي داير، راه في هاد الوقيته كتعيش فيه واحد 200 عائله، كلشي عايشه في هاد الواد في الزيتون والرمان وداكشي، هانتوما كتشوفوا كلشي يابس. كنتواجدوا في دوار اساكا وكني نلغوا دوار اساكا العمله نشيشاوا ادوار يتضرى بزاف اشكو واسيفنس يعيش كيسيا العدد ميدنا كيسيا عيشنا غير ورسولي اللي واسيف هذا شكون كتيني هاد العمله نتاوي غير بعد نسوا كل الشجره اللي لنا واسفه ارسانيات اللي زواسي في غير داسي في قور غير تيطلي دان غير اللي نسفوي كاتوانويا نسصر في لاسيمي كاتين البركه اللي نسمون غير نبيد في الطاقه د الشريج ترقى واحد الوقت فاش كان الماء في هذا الواد ما طلعش منه كتجيبها خبزه من الدار وتاكل الفلفله وماطيشه هنا ودير الشرده في الواد لما طلع حتى للدار. باش ولا شوف كلشي يبسها، ولكن الا جاب الله الماء كلشي هذا الشيء غادي ينوض من جديد ان شاء الله. ولوكا هذه هي بلاصه الرمان، دابا هذه البلاصه معروفه بالرمان عندنا حنا، هذه البلاصه هذه الرمان ديالها ما تلقاش خوه في السوق، خوه هذا الرمان هذا ما تلقاش في السوق، ودابا ولاو الناس كيشروا الرمان من السوق. كنا ما كنعرفوش حنا البيع ديال الرمان شنو هو، حنا كنديو البهام من هنا كنمشيو على رجلينا نسوقوا البهام للسوق، كاين اللي كيدي 1000 ديال الرمان في سميتو وكيبيعوا داك الشيء، ودابا راه الناس كيشريو دابا 2 كيلو في كيلو في السوق. شوفوا الخوت الله يجازيكم بخير، شوف الرمان كيفاش ولا ولا بحال الفخر راه يبس هذا الشيء. كنا حنا ما كنعرفوش البيع ديال الرمان شنو هو، ها هو شتي يبس، ولكن الا جاب الله الماء كلشي هذا الشيء غادي يرجع كيف الاول، كلشي هذا الشيء غادي يرجع في الاول ان شاء الله. بلاصة الفلاحة دابا هنا فين كيديروا الناس الخضرة، ها البحيرة كل واحد عنده، كاين اللي عنده 6 الحواض، كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 8، كاين اللي عنده 4، كاين اللي عنده 2، كيديروا الناس النعناع وكيديروا الفلفلة، كيديروا مطيشة، كيديروا القرعة، كيديروا السلاوي، كيديروا خيزو، كيديروا اللفت، كيديروا الذرة والربيع والنعناع وكلشي كيديروا الناس هنا. وراه كاينين البحاير مازال لتحت، الواد باقي طويل، يلاه ضربنا ما ضربنا حتى الربع ديالو، الواد باقي طويل. هذا الواد كنا كنشربوا منه ونصبنوا منه ونسقوا منه الخضره وهذا الشجر وكل شيء من هذا الواد، ودابا نشف لنا هذا الواد
وخلينا دابا بقينا امبان خوتي. هذا الشريج فين بدينا ها هو مازال ما كملناش، ما عندناش امكانيات باش نكملوا هذا الشريج، راه خاصنا دابا الشريج يكمل باش نمشي مع الساقيه.